اوديومتري. learning objective identify audiometry and explain how to interpret audiogram. يبقى لازم اعرف فرق بين ثلاث كلمات اساسيه. يعني ايه اوديومتري؟ يعني ايه اوديوجرام؟ يعني ايه اوديومتر؟ اول حاجه اعرفها ان الاوديومتري ديت عباره عن الايه، البروسيدور اتسلف، ان انا عندي الجهاز اللي هو الاوديومتر وعندي البيشنت اللي هعمل له الاوديوجرام، يبقى البروسيس اوف ريكوردنج اوديوجرام بقول عليها اوديومتري. اوديومتر الماشين اتسلف، اوديوجرام الرسمه اللي هتطلع زي ما كنا بنقول اي سي جي الكتروكارديوجرام، وكنا بنقول الكتروكارديوجراف، وكنا بنقول الكتروكارديوجرافي. يبقى بمنتهى البساطه بقول اوديومتري بروسيس اوف ريكوردنج اوديوجرام. طب الاوديوجرام ده الايه؟ الدياجرام، الرسمه الناشئه نفسها. احنا اتفقنا ان عندنا في حاجه اسمها ديفنس اللي فيها ايه، فيها لوس اوف هيرنج، ممكن يكون مايلد، ممكن يكون مودريت، ممكن يكون سيفير. طيب اتفقنا قبل كده ان انا ممكن اقدر اشخص الديفنس باستخدام تيرنج فورك. طيب انا عايز استخدم بقى ايه الاوديومتر واطلع رسمه اسمها اوديوجرام، ومن خلال هذا الاوديوجرام اقدر اصنف الديفنس اللي عندي. قال لك الاوديوجرام، يبقى لازم افهم يعني ايه الاوديوجرام الاول. يبقى الاوديوجرام هو عباره عن جرافيكال ريبريزنتيشن اوف ذا هيرنج ثريشولد اوف ان انديفيديوال. يعني هي شارت زي ما بص قدامي كده، هي عباره عن شارت ما بين ايه وايه، بتمثل ايه وايه. الخط الهوريزونتال ده بيمثل الفريكوانسي اوف ساوند تو بي هير، ان طبعا الفريكوانسي او البيتش ان هرتز. طب اللونجيتودينال لاين ده بيمثل ايه، او الفيرتيكال لاين ده بيمثل الانتنسيتي اوف ذا ثريشولد طبعا ان ديسيبل. بمنتهى البساطه زي ما شفنا الاوديومتر اللي هو الجهاز نفسه، انا بنظبط الجهاز بحيث ايه، ان انا عند فريكوانسي معينه وليكن 250 هنا 250 هرتز، هشوف اقل انتنسيتي للساوند قد ايه علشان اسمع. يعني عند 250 مثلا انا بظبطت الجهاز بحيث ان طلعني مثلا انتنسيتي وليكن 0 ديسيبل، واحنا اتفقنا 0 ديسيبل اللي هو جاست اوديبل ساوند مثلا. لقيت نفسي مش سامع الصوت، بزود، وصلنا ل 10 ديسيبل سمعت، اقوم معلم علامه كده واقول والله ده ايه، ده انا كنت مظبط الجهاز ان انا كنت بعمل اكزامينيشن وليكن للرايت اير، وكنت بعمل اكزامينيشن للايه؟ للاير كوندكشن. واحنا متفقين قبل كده يعني ايه اير كوندكشن، اللي هو الايه؟ ترانسميشن اوف ساوند نورمالي ثرو ذا ميدل اير، يعني الصوت هينتقل منين لفين؟ من الاكسترنال اير للميدل اير ثم الانر اير، ده اقول عليها اير كوندكشن. امال البون كوندكشن؟ لا، انا هعمل باي باس للميدل اير، يعني الصوت هينتقل من خلال البون بتاع السكال للانر اير مباشره. فانا لو جيت عملت اكزامينيشن، الجهاز متظبط بحيث ان انا بعمل اكزامينيشن لاير كوندكشن، طلع كام؟ طلع عند 250 هرتز، طلع 10 ديسيبل. وجيت اعمل اكزامينيشن للبون كوندكشن لقيته 20 ديسيبل. هل الشخص ده اقدر اقول عليه ده نورمال عند الفريكوانسي ده؟ يبقى لازم افهم واعرف يعني ايه اوديوجرام والجريدز اوف ديفنس. اوديوجرام اتفقت ان انا ده شارت، شارت بتمثل ايه؟ شارت اوف هيرنج سنسيتيفيتي ويز فريكوانسي ايه؟ شارت ازاي؟ هوريزونتالي. والانتنسيتي ايه؟ فيرتيكال. عند كل تردد فريكوانسي بشوف اقل انتنسيتي اوف ساوند البني ادم بيسمعها، واشوف انا مظبط الجهاز على هل انا بعمل اير كوندكشن ولا بون كوندكشن واعمل ريبريزنتيشن. اما اجي اعمل انتربريتيشن لهذا الاوديوجرام، يبقى لازم اعرف من الكيرف اللي قدامي كده ان انا في عندي حاجه اسمها نورمال هيرنج، وفي سوبر نورمال هيرنج، وفي ديفنس اللي هو ديكريزد هيرنج او في هيرنج لوس اللي هو ممكن يكون مايلد او مودريت او سيفير او بروفاوند. النورمالي قال من ايه؟ من 0 ل 25 ده اقول عليه نورمال.
من 0 ل 25 ديسيبل اقول عليه نورمال. طيب نفرض مثلا اننا جينا نشوف وليكن عند فريكوانسي 500 هرتز، لقيت انه الشخص بدا يسمع عند ماينس 10 ديسيبل، هذا يعني انه سوبر نورمال. يبقى في سوبر نورمال لو هو من ناقص 10 ل 0 ديسيبل، النورمال من 0 ل 25 ديسيبل. طيب بقى لو بدا يسمع لما كانت الانتنسيتي اكتر من 25 ديسيبل، ده معناها ان في ديفنس، وبنقسمها ديجريز او جريدز اوف هيرنج لوس او اور ديفنس. بقول في عندي مايلد هيرنج لوس او مايلد ديفنس، ده من 26 ديسيبل ل 40 ديسيبل، ده اقول عليها ايه؟ مايلد. يبقى ده بقول عليه ايه؟ مايلد، اللي هو الجزء ده كده من على الكيرف. يبقى كان في سوبر نورمال بارت، فيه نورمال بارت، فيه مايلد ديفنس. المودريت ديفنس لو جيت اشوف الاير او البون كوندكشن لقيته ايه؟ لقيته من 41 ل 60 ديسيبل، وهنشوف حالا الكيرفات دي وهنترجمها حالا بمنتهى الايه؟ البساطه. يبقى مودريت ديسيبل، مودريت هيرنج لوس يبقى من 41 ل 60 ديسيبل. طب سيفير من 61 ل 90 ديسيبل. بروفاوند هيرنج لوس لو جيت اشوف الانتنسيتي اكتر من كام؟ 91 ديسيبل. يبقى بمنتهى البساطه اكون فاهم يعني ايه اوديوجرام. ده عباره عن الايه؟ الشارت، الرسمه اللي طلعت بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي علاقه ما بين الفريكوانسي اوف ذا ساوند اند انتنسيتي اوف ساوند، فريكوانسي ان هرتز اند انتنسيتي اوف ايه؟ ساوند ان ديسيبل. عند كل فريكوانسي بشوف ذي مينيمال ستيمولس انتنسيتي اللي الشخص ممكن يسمع عنده، بشوف اير وبن كوندكشن ومظبط الجهاز بهذه الصوره. يبقى انا عرفت يعني ايه اوديوجرام، ده الرسمه اللي طلعت زي الاي سي جي، زي الالكتروكارديوجرام كده، الرسمه اللي انا هقراها زي ما هشوف، زي اللي هي بتاخد الوضع الصوره اللي قدامي دي كده. طيب اوديومتر ده الجهاز نفسه اللي انا هستخدمه، الاوديومتري دي البروسيس اوف ريكوردينج. طيب لما عاوز اترجم بقى الكلام ده كله بمنتهى البساطه عندي كده، اتصرف انا ازاي؟ اول حاجه لازم اعمل بقى، عايز اعمل هاو تو انتربريت ان ايه؟ ان اوديوجرام. اول حاجه عرفتها ان لو هذا الاوديوجرام جيت اشوف البون والاير كوندكشن، انا رسمه دلوقتي عشان افهم الكلام، عندي رسمه بالشكل ده عايز اترجمها، اللي هي الرسمه الاولانيه اللي بالشكل ده كده، اللي هي الفيجر ايه ده. لو جت لي رسمه زي دي، اول حاجه اقول عليها ديت اوديوجرام. اول حاجه اعملها انبصص للايه؟ لمفتاح الرسمه. مفتاح الرسمه اللي هي العلامه دي، هتلاقي مكتوب ايه؟ الدايره دي بتمثل بون كوندكشن، الدايره دي بتمثل، او اللي هي الستار دي النجمه دي بتمثل اير كوندكشن. هشوف عند كل فريكوانسي بالشكل اللي قدامي ده، جيت اشوف عند الفريكوانسي اللي هو 250 هرتز، لقيت البون كوندكشن والاير كوندكشن 10 هرتز. طيب انا قلت ان النورمال هيرنج بيبقى ما بين الصفر و25، يعني ده هنا نورمال اوديوجرام. عند 500 نفس الكلام، بون واير كوندكشن عند 10 ديسيبل، يعني معناها نورمال. عند 1000، عند 2000، عند 4000، هبص كده هلاقيها كلها ما زادتش عن كام؟ اير وبون كوندكشن ما زادتش عن 20 ديسيبل انتنسيتي. يبقى بمنتهى البساطه الكيرف الاولاني اللي قدامي ده هوت، وانا مغمض كده اقول ايه؟ ان هذه الرسمه، هذا الكيرف، لو يقول لي واتس يور كومنت، اعمل لي كومنت بقى، هقول له بمنتهى البساطه ان ده اوديو جرام ريبريزنتس ايه؟ نورمال هيرنج. ازاي؟ هقول له ان البون والاير كوندكشن ار وذين نورمال رينج، اللي هو من كام لكام؟ من صفر لكام؟ ل 25. يبقى نورمال هيرنج سواء بقى ايه؟ باور اند سيرشر، يعني معناها نو ديفنس. يبقى دي الرسمه الاولانيه بتمثل لي الكلام ده كله. طب اما اجي ابص بقى على الكيرف الثاني اللي هو بالشكل ده بقى، لازم اكون مصحصح. هبص على اول حاجه ان انا خلاص انا شفت عندي علاقه ما بين
frequency of sound and intensity of sound يبقى ده اوديوجرام. يبقى اول حاجه اقولها عندي ان ده ايه؟ اوديوجرام. طيب هبص على مفتاح الرسمه، الدايره دي بتمثل لي بون كوندكشن، والستار دي بتمثل لي اير كوندكشن. قاعده عامه كنا بنقولها وعارفينها وحافظينها، ان نورمال الاير كوندكشن از بيتر ذان بون كوندكشن، وده شفناها واحنا بنعمل ايه؟ واحنا بنعمل الرينيتست بالتيرنينج فور. طيب هنا هاجي ابص هلاقي البون كوندكشن عند الفريكوانسي 250 هرتز كام؟ 20. وعند 250 كانت البون كوندكشن 0 هرتز، ماشي الكلام ده ديسيبل. طيب الاير كوندكشن عند 250 هرتز كان كام؟ كان 20. يبقى عند 250 هلاقي ان البون كوندكشن والاير كوندكشن ار وذين نورمال، يعني من 0 ل 20. احنا قلنا النورمال بتاعنا من 0 ل 25، هم هنا من 0 لايه؟ ل 20. هشوف عند الفريكوانسي 500 لقيتها بردك كام؟ بردك ما زادتش عن ال 25. عند الالف، عند الالفين نفس الكلام. المشكلة عندي كلها فين؟ عند الفريكوانسي اللي هو كام؟ 4000 هرتز. هاجي ابص هلاقي البون كوندكشن نورمال، واجي اشوف الاير كوندكشن هلاقيه كام؟ عند 40 ديسيبل. يعني هقول ان هذا الاوديوجرام عند الفريكوانسيز 250 و500 و1000 و2000 مالهم هرتز كلهم within normal range، يعني ما فيش عندهم ديفنس ولا هيرنج لوس. المشكله كلها عند الفريكوانسي اللي هو 4000. عند ال 4000 لقيت البون كوندكشن از نورمال، لكن الاير كوندكشن اب نورمال، ولقيت ان البون كوندكشن هنا اعلى من الاير كوندكشن. يبقى ده الديفنس ده نوعه ايه؟ كوندكتيف ديفنس. اما الاقي البون كوندكشن هنا ده اعلى من الاير واحسن من الاير كوندكشن، هقول عليها هنا كوندكتيف ديفنس ات ايه؟ ات فريكوانسي 4000 هرتز. طيب اعرف الجريد بتاعته، مش احنا لسه راجعين قايلين الجدول بتاعنا اهو، المايلد من كام لكام؟ من 26 ل 40 ديسيبل. طب هنا لقيتها ما زادتش على ال 40، يعني معناها مايلد كوندكتيف ديفنس. يبقى اما اجي اترجم بمنتهى البساطه الكيرف الثاني ده، هقول بمنتهى البساطه عندي عباره عن ايه؟ اوديوجرام ريبريزنت كوندكتيف ديفنس. ويا سلام بقى لما اقول له ايه؟ مايلد كوندكتيف ديفنس ات فريكوانسي ايه؟ 4000 هرتز. لكن عند ال 250 وال 500 وال 1000 وال 2000 كلهم وزن نورمال. يعني ممكن يبقى في ديفنس عند 1 فريكوانسي؟ اه ممكن. يبقى لما رجعنا للكيرف الاولاني قلت وزن نورمال، يبقى اول حاجه احطها في دماغي ان ايه؟ ان ابص على الرسمه اللي قدامي، بصيت على الكي قلت اول حاجه ده اوديوجرام، لقيته في الرينج من 0 ل 25 البون والاير كوندكشن، اقول ده نورمال هيرنج. طيب لقيت بقى القاعده الثانيه بتقول ان انا لو لقيت abnormal air conduction and normal air conduction يبقى ده conductive deafness. الدجري بشوف ال abnormal air conduction عند انهي ديسيبل. طيب نبص على رسمه هي مش موجوده هنا بس نتخيلها. لو جينا نشوف لقينا ان الاير والبون كوندكشن بدل ما هو من 0 ل 20 لقيته من عند ناقص 10 مثلا او ناقص 5 كده فوق هنا كده، هقول ده سوبر نورمال هيرنج. يبقى اقوم قايل اوديوجرام بيمثل سوبر نورمال هيرنج. طيب الكيرف الاولاني اللي احنا شفناه ده كان نورمال اوديوجرام، الكيرف الثاني ده كانوا بيمثل كوندكتيف ديفنس مايلد كوندكتيف ديفنس عند مين؟ عند الفريكوانسي اللي هو كام؟ 4000. طب اشوف الكيرف الثاني كده، هرجع للقواعد بتاعتنا تاني. انا شفت لو نورمال، لو سوبر نورمال، لو اير كوندكشن اب نورمال زي ما القاعده بتقول اهي، وبون كوندكشن نورمال، معناها ان البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن، يعني معناها ديفنس وهنا كوندكتيف ديفنس، وعرفت الجريد بتاعته من الجدول بتاعي ده. طيب لو الاف بون كوندكشن از اب نورمال اند اير كوندكشن از نورمال، يعني الاير كوندكشن نورمال لكن البون كوندكشن از اب نورمال،
قال لك بقول عليه ده ايه؟ سنسوري نيورال تايب اوف ديفنس. طيب ابص على رسمه تانية، قبل ما ابص على القاعده الثالثه ارجع مرجوعي تاني للكيرف الثالث ده علشان اترجمه قبل ما ادخل على القاعده اللي انا لسه قايلها حالا. لو جيت اتسال على اللي هو الفيجر رقم ثلاثه ده وقال لي اعمل انتربريتيشن له، هقوم قايل له اول حاجه ده ايه؟ ده بيمثل اوديوجرام. ابص على المفتاح تحت كده لقيت عندي ده الدايره دي بتمثل بون كوندكشن، والستار ده بيمثل اير كوندكشن. طب البون كوندكشن وزن نورمال اهو كام؟ عند 20 ديسيبل. لكن لقيت الاير كوندكشن ماله؟ لا ده قليل قوي. بس فين؟ عند ما بين ال 40 وال 50. طب نرجع لمرجوع الجدول تاني، المودريت قلنا كام؟ مودريت ديفنس يعني من كام لكام؟ من 41 ل 60 ديسيبل. يعني معناها ده ايه؟ انا قلت القاعده بتقول لو البون كوندكشن وذين نورمال والاير كوندكشن وذين اب نورمال اهو، يبقى ده كوندكتيف ديفنس. بشوف الاير كوندكشن في الرينج بتاعه فين؟ لقيته ما بين 40 و50، يعني معناها مايلد ولا مودريت؟ مودريت كوندكتيف ديفنس. تاني تكرار بيعلم مين؟ الشطار. لو بصيت على الكيرف الاولاني تاني اهو بقول ان ده عباره عن ايه؟ بقول ان ده عباره عن اوديوجرام ريبريزنتس ايه؟ نورمال اوديوجرام. ليه؟ لان البون والاير كوندكشن ما بين 0 25 ديسيبل. الرسمه الثانيه بتمثل ايه؟ كوندكتيف ديفنس، مايلد كوندكتيف ديفنس عند فريكوانسي اللي هو 4000 هرتز. ليه؟ لان البون كوندكشن نورمال لكن الاير كوندكشن از اب نورمال، وقلنا مايلد لانه فين؟ عند يا دوبك عند ال 40 هرتز، ايه عند ال 40 ديسيبل. الرسمه الثالثه دي قلت دي ايه؟ دي مودريت كوندكتيف ديفنس، يبقى اوديوجرام مودريت كوندكتيف ديفنس. ليه؟ لان انا عندي البون كوندكشن نورمال عند ال 20 ديسيبل لكن الاير كوندكشن اب نورمال موجود فين؟ في الرينج اللي ما بين 40 و60، اقول عليه مودريت كوندكتيف ايه؟ ديفنس. طب لما ابص على الرسمه اللي بعد كده هاجي ابص على الرسمه دي يبقى اوديوجرام برضك اللي بالشكل ده كده اللي هي الفيجر رقم 4 اللي قدامي ده. هبص على الكي لقيت ان الدايره ديت ايه؟ بون كوندكشن. الستار ديت اير كوندكشن. طيب بص في عند الفريكوانسي من 250 و500 و1000 وايه؟ و2000 و4000. من 250 ل 2000 هتلاقي ايه؟ هتلاقي البون كوندكشن والاير كوندكشن وذين نورمال رينج. المشكله كلها فين؟ عند الفريكوانسي اللي هو 4000. هبص هلاقي البون كوندكشن ماله؟ البون كوندكشن والاير كوندكشن الاثنين اب نورمال، الاثنين اب نورمال. اركز في القاعده اللي جايه دي غايه في الاهميه، الاثنين اب نورمال والجاب اللي بينهم المسافه اللي بينهم دي صغيره اقل من كام؟ من 40 هرتز. يعني اشوف كده الاقي البون كوندكشن تقريبا قول عند مثلا 38 ديسيبل، وقول هذه الاير كوندكشن عند كام؟ 50. شوف هتلاقي الفرق بينهم ما حصلش حتى الايه 30، يبقى اقل من ال 40. يبقى اما الاقي البون والاير كوندكشن ار اب نورمال وذ نارو رينج يبقى ده سنسوري ديفنس، واقول مايلد ولا مودريت ولا سيفير اكوردنج تو ذا تيبل اللي احنا لسه قايلينه حالا. مايلد 26 ل 40 ديسيبل، مودريت 41 ل 60 ديسيبل، سيفير 61 ل 90 ديسيبل. طب الاثنين دول مالهم؟ الرينج بتاعهم فين؟ عند الفريكوانسي اللي هو 4000. لقيناه ما بين مين ومين؟ من 20 ل 40 ولا من 40 ل 60؟ يعني ده ما حصلناش الستين، يبقى ده اقدر اقول عليه ايه؟ مودريت سنسوري ديفنس. يبقى اما ابص على رسمه هقول ان ده اوديوجرام بلاقيه عند الفريكونس 250 500 1000 2000 دول نورمال، لكن بلاقي عند الفريكونسي 4000 هرتز بلاقيه مودريت سنسوري ديفنس. مودريت ايه؟ سنسوري ايه؟ ديفنس. مودريت ايه؟ سنسوري ديفنس. كلام كويس قوي. نبص على الكيرف رقم 5 بمنتهى البساطة برضك، بصيت على رسمة زي دي علاقة ما بين مين ومين؟ ما بين فريكوانسي وانتنسيتي اوف ساوند، يبقى ده اوديوجرام. ابص على الكي بون واير كوندكشن لقيتهم ايه؟
الاثنين اب نورمال ونارو رينج بين الاثنين نارو جاب، يبقى ده سنسوري ديفنس وانا مغمض، ابقى عايز اعرف مايلد ولا مودريت ولا سيفير، لقيتها ما بين العشرين والستين، يبقى بمنتهى البساطه مودريت سنسوري نيرف ديفنس. اظن الامور واضحه جدا. طب ابص على الكيرف اللي بعد كده هلاقي ايه؟ البون والاير كوندكشن نفس الكلام، علاقه هي تقوم باصص على الكي، بون واير كوندكشن ار اب نورمال، ونارو جاب بينهم وبين بعض، نارو جاب وموجودين ما بين الرينج ايه؟ طب وصل لكام؟ في واحده فيهم وصلت ل70، يعني معناها ايه؟ هقدر اقول هنا هو سيفير سنسوري ديفنس. القاعده بتقول دايما ان انا ابص على الكيرف اللي قدامي اعرف ان ده اوديوجرام. تاني حاجه في القاعده بتقول ان انا ابص على الايه؟ الكي، البون والاير كوندكشن بيمثل ايه؟ تالت حاجه اشوف الرينج اللي هم موجودين فيه وعلاقتهم ببعض، اقدر اعرف هل هو بون ولا اير كوندكشن، اب نورمال اور نورمال، واعرف بعد كده هل هو ايه؟ كوندكتيف ديفنس ولا سنسوري نيورال ديفنس. طيب كيرف زي اللي جاي ده مهم جدا نركز فيه. اما اجي ابص على الكيرف ده بردك اوديوجرام، الاوديوجرام ده لقيت اجي ابص على الفريكوانسي اللي ابص على الكي، لان زي ما بقول لازم ابص على الكي اشوف فين البون كوندكشن والاير كوندكشن. البون كوندكشن اللي هو المثلث ده، الاير كوندكشن اللي هو الجزء الدايره ده. هاجي عند وليكن الفريكوانسي اللي هو 2000 او 2 كيلو هرتز زي ما هو موجود كده، او عند 4 كيلو هرتز زي ما هو واضح، هاجي ابص هلاقي البون والاير كوندكشن ار اب نورمال، يعني الاثنين ايه؟ الانتنسيتي عندهم ازيد من 26 ديسيبل. طب بس الجاب اللي بينهم كبيرة ازيد من 40، احسبها كده هتلاقيها ازيد من 40. دي اقول عليها ميكسد ديفنس. ميكسد ايه؟ ميكسد ديفنس. يبقى بمنتهى البساطة اما اجي اعمل كومنت على الكيرف رقم 7 ده هقول ايه؟ هقول عبارة عن اوديوجرام ريبريزنتس ميكسد ديفنس اوف بون اند اير كوندكشن. ليه؟ لان البون والاير كوندكشن ماله؟ يبقى ميكس الدفن، لان البون والاير كوندكشن ماله؟ الانتنسيتي عندهم عاليه، كام؟ زادت عن ال 26، والجاب اللي بين البون والاير كوندكشن كبيره ازيد من 40، يبقى ده ماله؟ ميكسد ديفنس. الكيرف رقم 8 نقدر احنا نعمل كومنت دلوقتي عليه بقى بمنتهى البساطه، ده عباره عن ايه؟ من عند 1 كيلو هرتز لحد 8 كيلو هرتز لقيت الاثنين اب نورمال اهو، والجاب اللي بينهم قليله، بقول عليها سنسوري ايه؟ سنسوري نيورال ديفنس. طيب الكيرف رقم 9 بمنتهى البساطه لقيت، بصيت على الكي اهو، البون كوندكشن وذن نورمال، الاير كوندكشن اب نورمال، في الحالة دي أقول عليها كوندكتيف ديفنس. تو سمرايز أجين، أي كيرف من الكيرفات أنا يهمني جدا أعرف إن ده إيه، ده أهم حاجة في الكيرف اللي قدامي، أعرف إن الكيرف ده إيه، إن أوديوجرام، هو نورمال ولا لأ؟ هو كوندكتيف ديفنس ولا بيرسبتيف ديفنس؟ بيرسبتيف أو سنسوري نيورال أو سنسوري سيان أو ميكسد، ده اللي يهمني. الديجري لو نعرفها يبقى أحسن، ما عرفناش مش مشكلة، لكن إحنا عرفنا الجدول والرينج بتاعه، يبقى أنا أي كيرف من ده عرفت إن ده إيه؟ ده نورمال اوديوجرام، وعرفنا السبب انها وزن ذا نورمال رينج سواء بون او اير كوندكشن. عرفنا ان ده كوندكتيف ديفنس فين؟ عند اللي هو الفريكوانسي اللي هو كام؟ 4000، وهكذا. اي كيرف ابص عليه اول حاجه اعرف ان ده اوديوجرام، ابص على الكي بتاعه، بعد كده ابدا اترجم اقول ده والله نورمال، ده والله سوبر نورمال، ده والله ده بون كوندكشن، والله ده اعلى ولا اقل، وبعدين اقول ده كوندكتيف ديفنس ولا سنسوري نيورال ديفنس. زي مثلا كيرف زي ده اقول ايه ده ايه؟ لقيت ان البون والاير كوندكشن ماله؟ لقيته اب نورمال والرينج بتاعه ما شاء الله ها زايد قوي، يعني معناها سيفير سنسوري ايه؟ نيرف ديفنس. ولذلك الجدول ده بقول عليه مهم، اقول سيفير يبقى من 61 ل 90، بروفاوند ما شاء الله يبقى اوفر 91 ديسيبل. انا قلت الديجري او الجريد لو عرفناها نعمه من عند ربنا، ما عرفناهاش نقدر ايه؟ اهم حاجه عندي اعرف ان ده اوديوجرام، اعرف ده
كونداكتيف ديفنس ولا سنسوري نيورال ديفنس. سنسوري نيورال ممكن اقول عليه بيرسبتيف او سنسوري، ما فيش مشكله، او ميكسد. طيب لو جينا نشوف امثله للسيلف اسسمنت كويتشن، لو جيت ابص على الكيرف الاولاني ده، يلا نشوف نترجم ده ازاي. ايوه مظبوط كده، ده عباره عن الكيرف الاولاني ده اللي هو فيجر ايه، ده عباره عن ايه؟ لا مش نورمال. في واحد بيقول نورمال، لا 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 مش نورمال. انا بص على الكي ده اوديو جرين ادابون واير كوندكشن، الاثنين اب نورمال ويزن ذا رينج اللي هو من كام لكام، من 40 ل 60. يبقى في الحاله ده اقول عليها ايه؟ ها ايوه كده مظبوط، مودريت كوندكتيف ديفنس. ما احنا قلنا المايلد من كام، من 26 ل 40. طب ده من 40 ل 60 يبقى مودريت كوندكتيف ديفنس. يبقى ده اوديو جرام ريبريزنتس ايه؟ مودريت كوندكتيف ديفنس. ليه؟ لان انا شايف ان البون والاير كوندكشن ماله بعيد خالص عن النورمال رينج اللي هو من 0 ل 25 ديسيبل. طيب الكيرف الثاني ده اللي هو الفيجر 2، يلا مين يقول ده عباره عن ايه؟ سوبر نورمال؟ لا 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 مش سوبر نورمال خالص. طيب حد يفكر تاني؟ طب اول حاجه نمشي تبع القاعده اللي احنا لسه قايلينها، ابص على الايه الكيرف اللي قدامي ده، هقول ده اوديو جرام ماله، البون كوندكشن اهو الدايره اهي، وهذا الستاره هي بس الاير كوندكشن. طب البون كوندكشن وذ النورمال والاير كوندكشن اب نورمال، يعني البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن، يبقى ده كوندكتيف ديفنس. طيب الاير كوندكشن واصل لفين؟ ده من 40 ل 60، يعني معناها برضك مودريت، مودريت كوندكتيف ايه؟ ديفنس. كلام جميل. طيب امال بقى، يبقى الاولاني ده اما الاقي التكرار بيعلم مين؟ الشطار. اما الاقي الاثنين اب نورمال يبقى انا اقول عليهم ايه؟ والاثنين نازلين يبقى ده سنسوري نيورال ديفنس. لقيت ان البون كوندكشن نورمال والاير كوندكشن اب نورمال يبقى ده كوندكتيف ديفنس. يبقى الفيجر الاولاني اللي احنا شفناه لقيت ان البون والاير كوندكشن ار اب نورمال وفي الرينج من 40 ل 60، يبقى ده ايه؟ مودريت سنسوري نيورال ديفنس. طب الرسمة التانية لقيت البون كوندكشن از نورمال والاير كوندكشن اب نورمال وذين ذا رينج 40 ل 60، يبقى ده انا هقول عليها ايه؟ مودريت كوندكتيف ديفنس. يبقى الكيرف الاولاني الفيجر الاولاني اهو عرفناها، بعيد وازيد واكرر، الكلام سهل بس عايز تركيز. اول حاجة تاني اهو عشان ما نغلطش فيها، ده اقول ان الكيرف الاولاني اوديو جرام بيمثل ايه؟ بيمثل مودريت سنسوري نيورال ديفنس. ازاي؟ ايه اللي عرفك يا سيدي؟ تقول له بمنتهى البساطة، تقول له لان البون والاير كوندكشن مالهم الاثنين اب نورمال ونارو جاب بينهم والاثنين موجودين وزن ذا رينج اوف 40 ل 60 ديسيبل اهو عند الفريكونسيز من 250 ل 4000 هرتز. كلام سهل. الكيرف الثاني تقول له ده اوديو جرام ريبريزنتس ايه؟ مودريت كوندكتيف ديفنس. ايه اللي عرفك يا سيدي؟ تقول له لان انا عندي الايه؟ البون كوندكشن نورمال والاير كوندكشن از اب نورمال في الرينج اللي من 40 ل 60، يبقى ده معناها ايه؟ مودريت كوندكتيف ديفنس. يبقى الفيجر الاولاني مودريت سنسوري نيورال ديفنس، الكيرف الثاني مودريت كوندكتيف ديفنس. طب اخر كيرف عندي، اول حاجه ده جايب لك الكيرف اللي بالشكل ده مكتوب هنا فوق، يعني ده رايت اير ودي ليفت اير. هنا طبق القاعده، علاقه ما بين فريكوانسي وانتنسيتي، ابص ده يبقى ده اوديو جرام. طب البون كوندكشن اللي هو اللي فوق ده والاير كوندكشن هو اللي تحت ده، البون كوندكشن وذ النورمال في التو ايرز والاير كوندكشن از اب نورمال، يبقى ده في الاثنين في الرايت والليفت اير ما الاقي بون كوندكشن اب نورمال والاير كوندكشن اب نورمال، يعني البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن، يبقى ده كوندكتيف ايه؟ ديفنس. ولقيته ايه؟ لقيته ازيد من ال 40، ما بين 40 و 60 هنا اهو في الجزء ده، يبقى معناه ايه؟ مايلد ولا مودريت؟ مودريت، مودريت كوندكتيف ديفنس في البوث اير. لو عرفنا ان ده اوديو جرام وعندنا كوندكتيف ديفنس في البوث اير، دي نعمه من عند ربنا. اظن الكلام سهل. تو سمرايز اجين الكلام اللي احنا قلناه، اول حاجه عرفنا ايه؟ ايه اللي انا مطلوب مني في هذا الجزء اللي هو الاوديومتري، هذا عرفت ان انا لازم اعرف يعني ايه اوديومتري، بس اهم من ده هاو تو انتربريت اوديوجرام. هاو تو انتربريت اوديوجرام قلناها، عرفنا الجريدز والديجريز، وعرفت ازاي اعمل اي كومنت. طب لو انا اخترت واحده عشوائيه دلوقتي ونختم بقى وخلاص كده ونبقى خلصنا، اي واحده عشوائيه اهي، ها
اختار ديت مثلا دي، هيقول لك ايه اعمل لي كومنت على فيجر خمسه لو جت كده في الامتحان، وقام قاطع الجزء ده كده وساب الكومنت طبعا تحت مش هيجيبه، يبقى عمل ايه؟ قام جايبها كده يلا، قال لي اعمل كومنت على فيجر خمسه ده، قام قايل لي ده اوديو جرام، اوديو جرام، هبص على الكي بون واير كوندكشن لقيتهم الاثنين اب نورمال، والجاب اللي بينهم صغيره اقل من 40، يبقى ده سنسوري نيورال ديفنس. طيب ما بين ال 40 وال 60 يبقى دي ايه؟ مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ مودريت. ما احنا قلنا من 20 ل 40 ده مايلد، من 40 ل 60 ده ايه؟ مودريت. مودريت سنسوري نيورال ديفنس. طيب حد بقى هيقول لي ده هيت وخلاص نبقى خلصنا. ايوه نقول دي، يبقى دي عباره عن ايه؟ ديت عباره عن اوديوجرام، ادا البون كوندكشن وادا الاير كوندكشن. لقيت الاثنين عند الفريكوانسي وليكن ال 4000 هرتز او ال 4 كيلو دول، لقيت ان الاثنين اب نورمال، لكن في وايد جاب، يبقى ده ميكسد سنسوري نيورال ديفنس. الامور واضحه، لازم اسال نفسي السؤال ده، اسال نفسي يعني ايه اعمل انتربريتيشن لايه، يعني ايه اعمل انتربريتيشن لاوديوجرام. اول حاجه اسالها لنفسي ان ده كيرف له ايه، هوريزونتال لاين وفيرتيكال لاين، بكرر اهو، يبقى ده اوديوجرام. الهوريزونتال ده بيمثل فريكوانسي والفيرتيكال ده بيمثل انتنسيتي اوف ساوند. لقيتهم الاثنين الاير والبون كوندكشن وذين ذا رينج، من كام لكام؟ وذين ذا رينج من 0 ل 25 ده يبقى نورمال كيرف، مفيش هيرنج لوس. طب لقيتها من ناقص 10 ل 0، هذا يعني ايه؟ هذا يعني سوبر نورمال. طيب لو جيت بصيت لقيتها، لا انت لقيت ان البون كوندكشن نورمال والاير كوندكشن اب نورمال، يبقى ده بون كوندكشن بقى احسن من الاير كوندكشن، يبقى ده كوندكتيف ايه؟ ديفنس. طيب لو جيت اشوف البون كوندكشن والاير كوندكشن الاثنين اب نورمال والنارو رينج بينهم، نارو جاب بينهم اقل من ال 40، يبقى ده سنسوري نيورال ديفنس. طب لو لقيت البون كوندكشن والاير كوندكشن الاثنين اب نورمال ووايد جاب بينهم ازيد من 40، يبقى ده ديسيبل طبعا، يعني معناها ميكسد ديفنس. شكرا، توفيق ان شاء الله.